اليوم يوم إضراب مقرر من مجموعة ديال النقابات، وهذا اليوم الإضراب اللي درنا اليوم إضراب إنذاري للسلطات المسؤولة على قطاع سيارة الأجرة، السلطات المركزية والسلطات المحلية. ولماذا هذا الإضراب؟ لأنه السلطات المسؤولة بما في ذلك وزارة الداخلية بابهم مغلوق للحوار، وأنهم يتخذون قرارات ضد المهنيين ديال سيارة الأجرة. القرارات تصدر من طرف مذكرات وقرارات بدون استشارة من المهنيين. من جمل المشاكل اللي أثرت في الناس بزاف هو هذا القرار الأخير ديال 50% اللي مطبق إلا على سيارة الأجرة، مطبقش على النقل العمومي أو النقل الحضاري. كذلك كاين المشكل ديال المأدونيات. عدة اجتماعات مرت، وكاين اتفاق في داخل وزارة الداخلية بمحضر، ما كاينش اتفاق بمحضر، أنه هذه المأدونيات يتسلموا رخص المهنيين واللي رخص النقل كما هو جاري به العمل في عدة دول ومنهم دول عربية، بناء على دفتر التحملات. كتكون رخصة النقل للمهني بشروط دفتر التحملات، وكتكون مدة محدودة، وعند انتهاء المدة المحدودة إذا احترم دفتر التحملات تجدد العقد ديال مدة أخرى، وإن لم يحترم بند من البنود تلغى له الرخصة. وهكذا المهنيين غيستافدوا، ما يبقاش كاري كريما وعطيها الحلاوة وغتمشي لهذا ودير هذا، وهو خدام على واحد اللي عنده فيلات وخدام كيعطيه 50,000 ريال في الشهر اللي لاباس عليه، حيت هاد المأدونية اللي جينا نقلبوا غنلقاو 70 ولا 80% كلهم مسلمين لناس ميسورين، ناس ميسورين ماشي ناس محتاجين، ناس ميسورين. من جملة الطبقة اللي ما مستفداش من المأدونيات الطبقة اللي كان هي الأولى اللي خصها تستافد هما المهنيين ديال سيارة الأجرة، ما مستافدينش. مستافدة 5% في المهنيين اللي مستافدة، 5% في المغرب كله هما اللي مستافدين، وهاد 5% اللي استافدوا بفضل دوك الناس اللي كانوا الأولين كيسيروا هاد المهنة في وزارة الداخلية، كانوا قراو حر هاد الناس المهنيين اللي كيضربوا تمرة وكيضربوا هذا، باش عطاوهم دوك المأدونيات باش يعيشوا ويتعاونوا بهم. نقطة أخرى هو المشكل ديال صندوق الضمان الاجتماعي. اجتمعنا وخرجوا قرارات وخرجوا مذكرات وخرجوا هذا باش يكون صندوق الضمان الاجتماعي للسائق المهني. لحد الان مازال ما كاينش هذا صندوق الضمان الاجتماعي لهذا المهني، بحيث انه ها هو الامراض اللي كاينه والجائحه اللي كاينه دابا والامراض اللي كثيره دابا، فين غيمشي الدواء؟ باش غيمشي الدواء؟ ما عندوش باش يمشي الدواء، ما كايناش تغطيه صحيه، ما كايناش تغطيه اجتماعيه لهذ المهنيين. يعني هذ المهنيين محسوبين انهم ما موجودينش في هذ البلاد. جينا اليوم باش نعبروا على الطلب ديالنا، والطلب ديالنا هو ان تسويه الوضعيه ديال السائق المهني، لاننا كنعانيو. حنا ضامنا مع هاد الاخوان، انا سائق طاكسي صغير، ضامنا مع الاخوان ديالنا الكبار، وبطبيعه الحال حنا الصغار حنا متواجدين. المطالب ديالنا هو اننا كنعانيو، وحنا كنعانيو بزاف، سائق طاكسي كيعاني بزاف، عندنا وليدات، عندنا المطالب الحياه المعيشه اليوميه، عندنا كراء، عندنا بزاف المسائل. بالنسبه لهذا اليوم انا كنعاني بزاف، جات الفرصه باش نتكلم. انا دابا حاليا عندي مشكل مع مع مع, مع صاحب الشقه اللي انا كارهها، بغى يخويني من المحل بطبيعه الحال، لانه كيتساني تقريبا واحد 6 شهور دابا اللي كيتساني، وانا ما عنديش، لان الظرفيه الحاليه ديال الكورونا وديال هذا تراكمت عليا الكراء. دابا حاليا انا كنعاني بزاف، ما عندي لاسينيسيس، ما عندي حتى شي حاجه اللي غادي ندير عليها، عندي القوت اليومي هو الطاكسي. الطاكسي كيمثل هو الواجهه ديال البلاد، يعني اول ما كينزل السائح او هذا انت اللي كترشدو وانت اللي كديه. ولهذا كنطالبوا من الناس المعنيين انهم يسويوا الوضعيه ديالنا، لاننا في واحد الحاله مزريه بزاف. حنا الحمد لله كنبغيو بلادنا وكنموتوا عليها، وكنناشدوا من هذا المنبر هذا، كنناشدوا الناس المسؤولين على الاقل يشوفونا غير مره واحده التفاته، راه باش حنا نحسوا راه حنا ولاد البلاد. عندنا اصدقاء راهم دابا حاليا مرضوا بكورونا، مساكن، كاين اللي مات، كاين اللي ما لقاش اللي يوقف معاه، ما لقاش اللي يساعده، ما لقاش، يعني واحد الظرفيه صعيبه بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.